كيفاش باش يتفرتجوا. شو العظام تيتحيي دابا واحد، شوف 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 اجواء ديال الطبيعه والهدوء. وسط الجبال صراحه كتحس بواحد الراحه النفسيه، وكتحس بواحد الاجواء اللي نادرا ما كتعيشها. صباح الخير عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. البارح فرا هذه هي البلاصه اللي نعست فيها البارح كما وريتكم، قلت لكم راه هي البيت شرجم في الرشاه هنايا. صراحه مع ديك 6 ديال الصباح نعست هنا، ما فاقتش فاش اذن الصبح. من بعد عاوتاني رجعت نعست، وعاوتاني فاقت مع ديك 7 ولا فهاد النواحي بحال هكايا. صافي تحرك واحد البرد الصباح، صافي جمعت هذاك الشيء دخلت لداخل وانا نكمل النعسه ديالي حتى 9:30. عاد فقت كما كتشوفوا فراسي محمد جاب لينا الفطور كما العاده. الفطور ديال اليوم بحالو بحال ديال البارح، ناقص غير داك الجبن حيت انا ما عجبنيش. قلت لي البارح بلا ما تجيبوا لي يعني كليت منه غير واحد جوج طروفه. هما هنا كيديروا الجبن طبيعي، الجبن كيديروه مسوس، ما فيه ما فيش الملحه، ما فيش ديك الحموضه ديال الجبن. انا ما تيعجبنيش هذاك الجبن اللي مسوس. راه صافي قلت لي بلا ما تجيبوا ليا يعني بلا ما يضيع. هادشي اللي كاين الاخوان، غادي نريح ان شاء الله دابا غادي نفطر. صراحه صبحت عيان واحد شويه، غادي نريح نفطر وعاد غنبريباري الامور ديالي ونشوف واش من وجهه غنمشيو لها ان شاء الله. اخوان بعد ما فطرت الصباح راه الصراحه حسيت واحد العيا بزاف، وحسيت واحد النعاس ودارني راسي بزاف ما فهمتش منياش. منين دخلت كنبحث على ديك النعسه اللي نعست تحت الضوء ديال القمر، راه بحثت ولقيت بلي هي عندها واحد التاثير على الذات ديال الانسان. راه ما ننصح حتى شي واحد بهذه التجربه، هي راه كتاثر بزاف، كتسبب الارق، كتسبب الارهاق، كتسبب عرفتوا شناهو. راه افطرت بغيت نخرج ما قدرتش، صافي وانا رجع نعست عاوتاني عاد فقت. دابا راه تكون شي 2:30 عاد خرجت. كما كتشوفوا حنا رجعنا عاوتاني للويديان والشلالات. اليوم الماء ولا بدا كيتصفى بحكم ان البارح كان الحد، كانت عامره واي بلاصه كيعوموا فيها. يعني سولت هذاك السي محمد مول الجيج قال لي الماء كيتخلوض وكيبقى جاي مخلوض من المنبع ديالو. قال لي داك الشيء علاش. ها هما كما كتشوفوا المويه بدات كتزراق، مازال غادي نزيدوا نطلعوا ونكتشفوا ان شاء الله اليوم، نزيدوا نتعمقوا ما بين الويديان والجبال ان شاء الله. كما كتشوفوا الماء مابقاش كما البارح، الجمال ديال الطبيعه غير وسط الجبال تبارك الله. اليوم كما كتشوفوا فراه الدنيا ماشي بحال البارح. البارح فاش كنت غادي من هنا كنتلاقى مع بنادم غادي جاي غادي جاي غادي جاي، اليوم الرجال قليله شويه، كاينين الناس مي ماشي بحال البارح. الصفاوة الاخوان، احنا بدينا كنوصلوا الصفاوة ديال الماء. شو الماء كيصافي تبارك الله. الدراري كيعوموا لهيه في داك لابيسين اللي شفنا البارح، عامر راه عامر دابا شوية، يمكن انا تنتم مراجع فيه، تنتم مراجع عاد نتبرد فيه. مازال بغيت نزيد نغرق شوية اكتشف شنو كاين. كما قلت لكم الاخوان في الفيديو السابق، بالنسبه لهاواي فراني ديجا مشيت ليها، يعني راه الطريق ديالها عندك واحد 7 كيلومتر على رجلك بحال هكايا في هذا الواد هذا. كاين بعض المقاطع كتولي غادي في البيست، واغلب المقاطع كتمشي بحال هكا في الحجر، وفيها شي بلايص اللي صعاب وصعاب بزاف. ولا بغيتي تمشي ليها خاصك تفيق بكري. انا الصراحه مشيت ليها مره، فراه قلت ما كاينلاش نعاود نمشي ليها، وديجا انا داير فيديو عليها، فراه غنخلي لكم في صندوق الوصف ولا في البطاقات الفوق. انتم كما كتشوفوا المويه تبارك الله صافيه. مازال الاخوان والله الا كيكون صفا من هكايا، راه دابا الناس جايين من الفوق، كاين اللي كيعوم وكاين اللي هادي الماء جاي مخلوط، راه كيكون صفا صفا من هكا، صفا اكثر من هاد الصفاوات، زرق كيكون زرق الماء.
الاخوان يعني الطريق كامله كتبقى غادي وكتبقى بحال هذا الشيء هذا يعني. بحال هذا المنظر بحال هذه الشلالات بحال هذه القهوه هذه واكيد انت راك تكون غادي وسط الماء راه ملي كتوصل هنا تبقى غادي وسط الماء ولكن تردوا بالكم من السليم راه هذيك المره فاش مشيت انا الشلال ديال هاواي فرازلك شي ثلاثه الخضرات في الطريق يسرني الله هانتم كنتو كتشوفوا الاخوان هنا تعوم مخير عرفتو تجلس هنايا ولا تجلس تحت هذاك الشلال وتبقى تبرع صراحة الدنيا زوينة هنا خلابة بزاف لا بالنسبة لكم الاخوان راني دائما يحاول يجي في الفترة اللي ما تكونش فيها العطلة صراحة فراه اللي يجي يشوف الفترة اللي فيها العطلة كتلقاو الماء ما صافيش بزاف اما الفترة اللي فيها ما كتكونش فيها العطلة فراه كيكون الماء صافي وعاد الصفاوة اللي ما يمكنش بالنسبة للطريق الاخوان اللي بغيتي تمشي لهاواي فراه ما تخممش الماء حيث انك كدوز على هاد العين كدوز على بزاف ديال العيون هاد كاينه هاد العين كاينه عين اخرى ها هي هنا ها هي كتهبط شربت من هذيك ويشوفني واحد السيد قال لي جيد هادي راه عاليه هذيك راه تقدر حاضره فراه غادي نشرب من هادي نجرب الماء ديالها كيدير ها هي كاينه واحد العين هنا حنا زايدين كنتغولوا الاخوان وسط الغابه كما كتشوفوا هذا المنظر واعر وهنا بنادم بدا تيقلال يعني بقى غير الواد والشجر والغابه بنادم هنا قليل يعني قد ما كتبعد من السونتر فراه كيقلالوا الناس شوف تبارك الله على الشجر منظر واعر هنا الله يلا منظر واعر شو هاد الشجرات تبارك الله قداش ما يدينا وسط الصخر شو 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 اش كيميز الطريق ان الجبل من هنا الجبل من هنا متعة متعة صراحة الله يلا بلاصة ممتعة كتمشى مرة شوية في الشمس مرة كتولي غادي في الظل بحال هكا يعني كيتهرس عندك الريتم ماشي كتمشي ديما في الشمس حتى كتسخف شو هاد الاشجار ما عرفتش واش كيحيدوهم ولا كيطيحوا على الراس والله ما عرفتش ولكن هادو باينين طايحين قدام كما كتشوفوا فراه بدينا كنوصلوا للصفاوه ديال المياه والشلالات فراه هادشي هو اللي وعدتكم به الخوت يعني كل مرة كتلقى مسبح ها؟ لا راه كاين الطريق هادي راه غادا تالهاواي غادا تالهاواي عرفتيها واحد الشلال كبير ولكن راه الطريق راه صعيبة شوية بعيدة راه من الديبار ديال الطريق اللي تمايا كاين شي 7 كيلومتر ودابا يلا ضربتي شي جوج انا ماش بغيت ماشي لهذاك العام كاين الطريق شويه الا مشيتي دابا راه ما ترجعش شي بلام عليك بحال حيت كتوصل لشي بلايص كتلقى الطريق كامل بحال خاص تطلع بشي صخره خاص تنقز الطريق ديما هكا غادي يوصل اغلبيه دابا بقى تنواد كتلقى شي مقاطع كتطلع من الفوق واش تمشي ولكن الاغلبيه دابا بقى على الواد كتساكن في السونتر تما هنا شحال من مرة كتبان زعما كتبان تما ساري تما انا لا بغيتي تمشي لهادي خاصك تجي الصباح بكري هي زوينة الدنيا زوينة بزاف كما كتشوفوا الاخوان فرا الطبيعه هنا تبارك الله خلابه سولنا هاد السيد دابا على الشلال كما سمعتوا راه باقي الشلال بعيد ولكن هنا راه كامل الدنيا زوين شي راه هنا تقدر تبرع شوف شوف خصو يكون كحل بحال هادي
هذه دابا طيبه، هذه طيبه بوقو كبيره كما كتشوفوا الاخوان. فرد الطريق هنا كامله عامره بالاشجار ديال التوت. نعم كنهضر مع الكاميرا. هما طيبين، خذ لك من هذا بوقو. هذه حامض باقي وقيلا ماشي وقت وداب. بسم الله هذه حلوة الله يلا حلوة. ماشي اسمح لي ماما شادو باقي نوقع. دابا هذوك اللي قراب كاع كينتفوهم، كيبقاو هذوك اللي بعد. لا ضروري. ها؟ عاوتاني كاينين هنا القرود راه غادي يكونوا. اش القرود كياكلوش. سلام عليكم. هذه جات على الطريق. شوفوا عاوتاني الاخوان على منظر كبير هنايا. فرا دابا هنا يمكن لك تجي لهاد البلاصه، يعني تجيب معاك شي لعيبه تحطها هنايا، تنقي الزبال اللي كيديروا اصحاب الازبال الله يهديهم، وتبرك هنايا تحيد الحجيرات تفرش شي لعيبه تمايا. عرفتي الا جبتي معاك هذيك طابي بونفلاج، ويلي ويلي عرفتي النعيم غتعيشوا هنايا. تفرش تمايا تجيب معاك شي لعيبه طيبها دير هنا، كاين العواد كاين كلشي. هبط تبرد ليا هنا الشلال حداك من هنا، شوفوا الجبال، شو واحد الجبل فوق منك هنا على منظر فيه، كدور من هنا عندك نطيح كتلقى هاد الصخرة هادي، يمكن لك تطلع عليها تضرب فيها تصيورات، يعني مجموعة ديال المناظر هنا. ما تملش والواعرة هنا هي شجرة التوت حداك، هي هادي اللي خدينا من ديك التوتات. الصراحة نتفوهم، ولكن الا زدتي لقدام تلقاه موجود، حيت كنت تلاقيت مع واحد الدري داك العام من مكناس، معقاش على السنين ديالو 100%، كان قال لي راه كيكون في الصيف، قال لي كيكون التوت موجود هنا. اخوان فرا قررت غنهبط نتبرد في البلاصه، صراحه ما فيا ما
عطينا فابور شوف الله انت بارك هنا وكتمتع حنا كنخليوها وكنمشيو للبيسين وكنخلصو باش نعومو في الضايق واحد كيبول فيها واحد عرقان واحد حنا كنخليوها بخير عطيه لينا الله فابور عطو الصباح الاخوان والله ما كنت غنخرج اليوم حتى العشية ندير بكم واحد الدورة في المدينة تمايا نوريكم مدينة كبيرة عرفتو مع نعس تحت هذيك الكاميرا وعرفتو صباحت واحد الحالة في شكال داعي ما قالش نهز منين نعس هذيك معايسة وانا نوض قلت لا والو قلت الله يجمعكم عرفتو خرجت تحركت واحد 15 دقيقة ديال لامار كنحس براسي فقط يعني هادي الاخوان واحد النصيحة من دفاع تاعك الصباح حس براسك ما قالش تخرج لا عكرش راه دير واحد شوية غتفيق عرفتو دابا انايا والله يتبدل واحد الانيرجي ولا شوية اكثر من عند في هاد الماء والله ما نعاود لكم كيفاش بارك هنا وما نجيكش الانيرجي كيفاش شوفوا على على هاد البلاصه الاخوان الممتعه اللي وريتكم فين مثلا تعوموا فيها عطيتكم اكزومبل فين غادي تعوموا فراه هذه اقلهم شي هذه هي اقلهم حيت دابا دوك البلايص اللي فيهم شويه هابطين وكتلقاها كبيره وعندك فين الدرع وداك الشيء عامرين دابا بالناس وانا كنبغي ناخذ راحتي في التصوير ونشرح لكم وناخذ راحتي 100% فراه بداك الشيء علاش هذه قلت لكم راه هي اقلهم يعني بحال هذه راه بحال شي جاكوزي تخيلوا دابا انا فين كتبارك بين 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 هاد جوج ملي كيهبط الماء كاينه واحد الصخره تما كتبارك فيها وكنحس الماء كيهبط من هنا ومن هنا وعاده كنمشي نتحشاش عند داك الشلال يعني واحد المنظر اللي واعر واعر بزاف الصراحه اما قلت لكم الا جيتي في الفتره اللي ما كتكونش العطله والله حتى غتعيش النعيم في هاد البلاصه شوفوا تخيلوا معايا انت كتعوم وهاز عينك في الصخر وكتشوف المصافي كذا واحد الصفاوه كتكون والله تنقى من هكا راه اللي جا اللي فايت جاي هنايا راه يكذبني في الكومونتيرات الحمد لله الاخوه رجعنا بسلام رجعنا بخير وعلى خير وخطاحوا لي دوك هبوذام كديروا مو مفودنيه وهادو طاحوا لي في الماء هذيك اللقطه الاخيره فين عامله في هذيك البلاصه اللي قلت لكم بحال الجاكوزي طاحوا لي في الماء بغيت نرجع فيهم لي زيات قلت ينشفوا لي وقع شي سيركوي صبنت هاد السبرديله حاشاكم شويه صافي وجيت خديت عاوتاني واحد القرعه العصير هاي درت السبرد هنا قيس هادي مسدوده يمكن كرا شي حد هنا ما كاينش الساروت ايوا دابا غادي نعيطو السي محمد باش يوجد لينا الغديوه اللي غنكتشفوها كاملين غادي ندخل دابا نضرب واحد التدويشه بما وجد لي الغديوه ومن بعد غنشارك معكم شنو كاين فهاد اللحظات الاخوان فراه كيجيب لينا السي محمد الغديوه ديالنا صراحه ملي كومونديت ليه المعزي بالبصله والزبيب فراه هو هذا طاجين ديال المعزي بالبصله والزبيب شلاضه زعلوك قال لي انا غادي نجيب لك الديسير من التحت شوفوا الاخوان واحد اللقطه شوفوا اللحم كيفاش يتفرتش شوف العظام شي تحيده بواحد شوف اشو الطير طير واعر شوف اللحم ديال المعزي هذا عرفتو تيتفرتت هشيش وبنين وهو الديسير جابو لي السي محمد راه الصراحة طيب عندهم واعر والسي محمد فراه تيطيب راسو فراه هو الطباخ ديال الجيل ديالو يعني ماشي هادوك لي جيت لي كيجيبو وحدة كطياب ولا شي واحد خدام لا هو تيطيب بيديه هداك الشي طيب واعر صراحة شهادة ديال الحق هادي كما العادة الإخوان وكما كل نهار فراه في العشية ضروري خصني نعمر البراد ديال أتاي ونطلع هنا حدا هاد الشلال هذا طلع نتمنظر شوية هنا كنبقى جالس هنا حتى شي العشرة الليل كما كتشوفوا الأجواء المسائية كيفاش دايرة
كتشوف بحال هذا المنظر، الناس كيشعلوا العويفية ديالهم باش كيخبزوا هنا، باقى عندهم هذيك الطبيعة ديال انهم كيطيبوا على العود. يعني هذه المناظر كتشوفهم كل مساء وكل صباح، كتشوفوا الجبال كيفاش كيبانوا هنا في واحد المنظر زوين بزاف، اجواء ديال الطبيعة والهدوء وسط الجبال. صراحة كتحس بواحد الراحة نفسية وكتحس بواحد الاجواء اللي نادرا ما كتعيشها. صراحة الناس اللي كيعيشوا في المدينة هما اللي تيعرفوا القيمة ديال هاد الشيء هذا، ديال هاد الجبال، ديال هاد الشلالات، ديال هاد الخضورة، ديال هاد الغروب ديال الشمس، ديال هاد الشيء كامل. دابا هاد الناس اللي هنا ملي تسولهم تيقول لك عادي، علاش؟ حيت ولفوه. ولكن كون عاشوا بحالنا في المدينة كل نهار كتشوف الحيوطة، كتسمع الطوموبيلات، وكتسمع الكيران، وكتسمع هادي والغوات والستريس، وبنادم قاصح شوية، فراه غادي يجيهم الحنين لهاد الحياة هادي وهاد البساطة وهاد الجمال هذا. الصراحة تخيل معايا كتفيق كل صباح وكتشوف بحال هاد المنظر كل صباح، سيرتو وقت الشتا كيكون الشلال هنا كبير عامر، فراه الصراحة تحس بواحد الطمأنينة، كتحس براسك مطمئن. والله واحد الاحساس لواهر الاخوان، صراحه احساس زوين بزاف. انا غادي نريح هنايا، غادي نشرب هاد البريريت ديالي ونستمتع بالوقت ديالي قدام هاد الجبال، ومن بعد ان شاء الله نبارطاجي معكم العشيوه ديالنا. هنا راه كتبقى كول 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 يعني الصراحه الناس كتشبع ماكله هنا، يعني كتولي يف من واحد الناحيه راه خايبه. يعني هنا خاصك ما تاكلش بزاف حيت كضرب الجبال والطرقان وكذا، خاصك تكون مخفف. ولكن راه دوك الاطباق اللي كيحطوا لك راه شي حاجه الهربه، بحال قبيله داك الطاجين ديال المعزي بالزبيب والبصله. اش نقول لكم الاخوان، احسن طاجين ديال المعزي كليتو في حياتي هو هنا. في ديك المره كنصاوبوا لي بالخضره، وهاد المره بالبصله والزبيب. احسن طاجين ديال المعزي هو اللي كناكلو هنا، اقسم لكم بالله العلي العظيم. للحم كيتفرتت لا هاد المره ولا المره اللي فاتت. صراحه السي محمد الله يعطيه الصحه، طباخ ماهر.